الو الو شكون معايا؟ اتكلم. مواطن صالح يا ولادي، مواطن صالح. الو مدام، عسلامة. عسلامة. لاباس اختي؟ الحمد لله. تفضل شكون معايا؟ نايم معاك. نعم قلت لك نايم معاك. اي تفضل تفضل، حاجتك. بارك الله فيك. انا عندي سبان داله وتو قلت لك نا عندي سبان داله. اي نسمع فيك. اي والماكينه تو حبسناها، فهمتني؟ حاجتي على الاقل 160 ايترا تي اخضر، خاطر الجماعه نعم. فيش قلت لك حاجتك 160 ايترا تي. لا اسمع، 110 تي، 110 ايترا ايترات تي اخضر والباقي تي احمر، خاطر الخدامه فشلوا. والبش يجيب لي تي معناها ماذا بيه يجيبوا لي زوز ولا ثلاثه تي يبقوا ياخذوا معايا، خاطر الليل ضرب معناها ومعناها وخايف لما نخدم بلا حد معناها انا، فهمتني كيفاش؟ خايف على البلديه. يا خويا اش بيك؟ راك طالب بيزارية انت؟ شكون طالب بيزارية هذه خويا؟ مش قهوه راه هي. ليه البيتزارية ما تبيعش القهوة التاي؟ ليه ليه خويا، ليه ليه ما نبيعوش تاي احنا هون. هاش تبيعوا مال؟ اللي احنا نبيعوا بيتزا. بيتزا وسلايت ولازانيا. هاي هاي اسمعني، مال اعطيني 158 بيتزا 4 سيزون. يا اخي نورمال خويا انت، يا اخي نخدموا على ذمتك. احنا جايني توا تقولي نحب 100 بيتزا. كيفاش جايني توا؟ ما وقتاش نجيك، وقتاش نجيك سمح. وش بك متغشة انت بنت عم؟ نعم انت ايش بك متغشة؟ اي خاطر ماكش نغمال خويا. هي بالكش باش تعطيهم لي بليش انت حنانه؟ ليه بابا مش باش نعطيك بليش، انا مش قاعده نخدم على ذمتك. انا راه عندي كليونات هوني وكل معناها. هي انا مش كليونات، صبه كامله واقفه حابسه تقول لي مش كليونات. 158 كعبه بيتزا كيفاش تصنعهم؟ وتمشي على الاقل جمعه كامله تضرب النو. سمحني سمحني خويا ماكش نغمال. يا اخي فما خدامه باش ياكلوا بيتزا هما. هذا شمك فيهم انا خدمت ياخذوا في البيتزا في اللازانيا يعجبكش؟ ليلي واه ماكش نورمال انت. شوف الطفله كبشت لي في ماكش نورمال. يا حنانه كان يا خويا اسمع ما تعطلنيش، فرحك عندي كليونات ما تعطلنيش. ايه احنا مش كليونات. ليه يا خويا مش من البنا يموتوا بشر؟ انا عندي جماعه هوني راهو قدامي، صف قدامي راهو. في صف قدامك وهاني نكلم فيك بالتليفون. يموتوا بشر من الخدام. شوف حل، تصرف تصرف يا خويا، شوف حد اخر يعيشك، ما تعطلنيش. بالله والله تتحمل مسؤوليتك راه قدام وزاره السياحه. سامحني. لاي سامحني يا اخي، انت نورمال جايني تحب تي تو تحب بيتزا يا اخي. بطلت مشو تي. تتحمل مسؤوليتك قدام وزاره السياحه. اسمع تعرفش كيفاش تحبش نعطيك نمره طباخه تتحضر لك كسكسي؟ بالله والله كسكسي تو باش احضر تو. واه يا اخي داله ميله، ما لازم تذبح لهم حاجه وطيب لهم كسكسي. والله يا عاد كيك، والله هي كيك عاد اموري هذيك. انا الحين نذبح لهم كسكسي ولا مصروف زايد هذا كل. لا عاد انا حبيت نعاونك. لا لا يرحم والديك، عاوني ب 158 كعبه بيتزا. لا لا يا خويا ما تعطلنيش يا عايشك. شنو هاي باش تعلق؟ ميلا شنو قلت؟ تتحمل تتحمل مسؤوليتك قدام وزاره الفلاحه بكري وزاره. اوكي فلاحه مسكين عندك داله وفلاحه يا اخي نورمال انت. لا لا والله نورمال. والله ربي معك. باش نقول لك هاي بسلامه. نعم بسلامه. قلت باش تعلق بعينكم باش تعلق. ايوه والله دب والله والله يرحم والدي. والله تتحمل مالا مسؤوليتك قدام وزاره الصناعه والتجاره والسياحه. نورمال يهمني فيهم وزاره الفلاحه والصناعه، شو دخلني فيهم مين؟ كيفاش نطلب البيتزا ما تعطينيش بيتزا؟ يعجبكش يا اخي نورمال انت تقول يعطيني 100 بيتزا ولا 100 وقداش؟ اموري هذيك اموري، عندي خدامه ياكلوا. لا يا خويا حتى انا خدامتي ما ينجموش يخدموا هالخدمه هذه. شبيك يا مالاش يخدموا مالا؟ يعجبكش نخدموا الكليونات احنا هون. ولين احنا مش كليونات يموتوا بالشر خدامتي مالا؟ لا يا خويا هي مش ناكلهم بيتزا انت. هي بنتي اموري ناكلهم بيتزا ناكلهم كسكس ناكلهم سردين. يعني نقول لك والله العظيم ليره مش حل راهو البيتزا والله ما تتبعهمش اون بلوس. اشني تو باش تولي لي تدخل لي في خدمتي نذبح لهم علوش؟ هاي تتخلص حقه وانت العلوش؟ انا يعلم ربي شكرت سيمين بك الحساب. هي شكون قال لك صب هالداله بالنص وميل؟ هموري هذيك صادق ولدي. هو الداله نتاع صادق ولدي. هي برا قول صادق ولدك يتصرف، علاش انت؟